تعودنا إنه الأشياء المستعملة هي فقط للناس المحتاجة، من أواعي، من كتب، من أشياء كتير وأغراض إحنا بنحتاجها بحياتنا. لكن إحنا موجودين بمكان هو دكان، دكان يلي غير هالقاعدة لحتى يحكي لنا إنه الأغراض المستعملة هي كل واحد فينا بأي طبقة ممكن يستخدمها. كمان دكان هو له أكثر من هدف إنساني، بيئي، اقتصادي ومجتمعي. لهيك خلينا نتعرف أكثر على دكان، ناخذ جولة فيه ونتعرف على أهدافه وليه تأسس وكيف الإقبال عليه. تابعونا بحلقة اليوم. وسهلا فيكم مشاهدينا بهذا المكان اللي بيضم الروح وبيضم العديد من القطع اللي لها معنى وهدف إنساني نبيل أيضا، وأيضا الأهداف الموجودة لأجله دكان ليست فقط إنسانية بل اقتصادية، بيئية، ثقافية، مجتمعية. فلحتى نتعرف أكثر على كل هاي الأهداف وتفاصيلها بنرحب إحنا وياكم بشادن طبيلي مسؤولة برنامج الساحة ومن ضمنه دكان. اهلا وسهلا فيك شادن. اهلا فيك. اهلا، كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. انت؟ انا كثير منيحه، وبدي احكي شغله انه ما في حدا رح يجي على دكان الا بيطلع بشيء منه. طبعا كل لانه زواياه كثيره، في اكثر من اهتمام خلينا نحكي لاكثر من حدا. فاذا بدنا نبلش معك شادن نحكي عن فكره دكان، كيف تبلورت، كيف بلشت، والهدف الاساسي اللي عشان انطلق دكان. اوكي، مبادرة دكان بالبداية هي جزء من مؤسسة داليا المجتمعية. مؤسسة داليا المجتمعية عندها كثير من البرامج المجتمعية سواء نسائية او شبابية. هلا اجت فكرة دكان من ايماننا احنا بمؤسسة داليا انه كل الشعب الفلسطيني له الحق انه يتمتع بمصادره، عشان احنا نخلق مجتمع بتسود فيه روح الشفافية، وكمان نبتعد عن كل فكر التمويل المشروط اللي احنا تعودنا عليه. التمويل المشروط اللي بعدنا عن روح العطاء المجتمعي ومبدأ انه احنا نعطي بعض، وعن مفهوم العونة. فإجت فكرة دكان انه احنا نأمن انه كل حدا بفلسطين عنده إشي يعطيه سواء ماديا او غير مادي. ففكرة الدكان انه كلنا في عنا اغراض في البيت اهملناها ما بنستعملها، عنا فائض منها، العاب لاطفالنا كبروا عليها، ملابس لاطفالنا كبروا عليها، قطع بطلنا نحبها. فاجت هاي الفكرة انه احنا بدنا نخفف على البيئة القطع اللي احنا هاي ما بنحتاجها وما بنستعملها، بدل ما تروح في مكب النفايات احنا بنرجع بمبادرة الدكان بنبيعها باسعار رمزية. وريعة هاي الأسعار بتروح، أو ريعة هاي القطع بتروح لدعم المبادرات المجتمعية اللي إحنا بندعمها في مؤسسة داليا. جميل. بدي أنوه لنقطة كتير مهمة، إنه تعودنا شادن إنه الأشياء المستعملة بتروح لناس محتاجة جدا، أو أنا ما إنه أنا كمواطن مقتدر بقدر أشتري أي قطعة جديدة. صح. ولكن ثقافة إنه أنا بقدر أخذ قطعة مستعملة ولكن بسعر مناسب. وبدي أنوه لموضوع الأسعار بدكان، الأسعار كتير 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 مناسبة للكل. مثلا هاي الإكسسوارات لو بتروح على أي محل رح نلاقيه مش أقل من 15 لـ20 شيكل. طبعاً. لكن أي قطعة هون أنا أخذت فكرة عن الأسعار قبل ما نبلش من 5، 7، 3 حسب طبعاً. يعني قد ايه. ولكن مش فكره اذا رخيصه هي مش حلوه، هي صح رخيصه بس حلوه وجميله وبتفيد وبتستفيد وما بتلاقيها في محل ثاني. بالضبط، هاي نقطه كثير مهمه. انت بتاخذي قطعه كثير مميزه لإلك، فقد ايه الناس عم بتشوفيها عمالها تمشي بهذا الموضوع اكثر، ثقافه انه اذا شيء مستعمل هذا مش معناته انه انا ما بقدر اشتريه او عيب اشتريه، او الناس تعرف اني شاريه شغله مستعمله. كمان هاي ثقافه. قديش شايفه انه الناس حسب الاقبال على الدكان؟ خليني ابلش لك من بدايه الدكان لحد اليوم. بلش دكان كفكره انه احنا حتى عم ناخذ الاغراض كنا وما كان في لها محل، ما كان في محل فعليا لدكان، كان بس مستضيفنا مركز خليل السكاكيني بايام محدده، كمان كان دكان متنقل، وكان كلياته قائم على المتطوعين. كان المتطوعين يجوا هم يفرزوا الأغراض، كمان المتطوعين هم اللي عملوا الأثاث تبع دكان. جميل. كل الديكورات هاي زي ما احنا شايفين في طوب
وفي قطع خشبية بس. حرفيين وفنانين فلسطين من طلاب مدارس وجامعات اجوا طوعوا وعملوا دكان. اللافتين عملت من متطوعين، فكان هو مبني على متطوعين. بداية كان كتير في إقبال على موضوع التبرع، إن الناس عم تتبرع لنا أكتر في أغراض. كان أول إشي البيع بيجي أكتر على الأنتيك وعلى الكتب، نظراً إنه دكان فيه كتب كتير قديمة توقف إصدارها زمان، فكان في أكتر إقبال على الكتب. هلأ بقدر أقول لك إنه الإقبال عم بيزيد من شهر لشهر، حتى عم نحس بالفرق. اللي بيجي على دكان هم من كل فئات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، سواء الناس اللي بتتبرع سواء الناس كمان اللي بتشتري. مش موضوع كمان الأسعار الرمزية زي ما حكيتي، وإنه كل قطعة فيه نادرة ما بتلاقيها في محل تاني. الفكرة كمان إنه كتير في ناس صارت تآمن بفكرة الدكان، إنه أنا لما أشتري هذا الحلق الصغير بدعم فيه مشروع نسائي، بدعم فيه مبادرة شبابية لسه ناشئة بدها دعم. فالفكرة إنه أنت له يعني القطعة اللي بتشتريها لها أكتر من بعد، أنت بتحمي البيئة، بتشتري قطعة مميزة سعرها مميز، كمان تدعم فيها المجتمع بطريقة غير مباشرة. يعني صح. أكيد كلنا مندور على محل أنا أقدر أدعم فيه، بس مش مآمن، مش عارف شو الجهة. صح، الجهة التخوف من بالضبط. وبدل ما تعطي لحدا إنه مصاري دغري مباشرة، لا، أنت بتدعميه بطريقة غير مباشرة بمشروعه. صح. بريادته بأكتر من جانب. وهون بنحكي إحنا عم نشتغل بدائرة متكاملة، إنه بفيد وبستفيد أنا. صح بدفع لهي القطعة، أنا لبساها مبسوطة فيها، ولكن بعرف إنه دعمت فكرة تانية. فقد هذا الهدف مهم نكون عارفينه. أنا شايف كتير أفكار حلوة للأكسسوارات الموجودة هون. صراحة من أول ما جيت حاطة عيني على هذا الإشي، أنا يعني كتير 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 مميز. حلو، والطريقة التصميم تبعته حتى هاي زي الأسلاك وكأنها هو كمان تحسي تقيل، مش زي الأكسسوارات اللي موجودة في البلد، إنها خفيفة بتتقطع بسرعة، لا بتحسيه تقيل يعني. صح. طيب زيك لو حكينا بشكل مباشر، لأنه السعر مش هالخاص. بالضبط، لا السعر مش هالخاص. والسعر عندنا تقديري، يعني إذا زي هاي القطعة على المشاهدين، زي هاي القطعة في يعني بين 5 و7 شيكل ولا إشي. صراحة بالضبط، صراحة ولا إشي. وهذا الإشي بيدل على إنه الهدف نبيل، ومش الهدف إنه أنتوا تجمعوا مصاري، بقدر ما إنه الواحد يقدر يشتري ويفيد يعني. صح. كمان المشاريع. فأنا مبدئياً بدي أشوف هذا الإشي، أتوقع اللبس ظابط أكتر من اللي لبسته. بالضبط، كثير ظابط. فخلينا نخبي الإشي هذا ونطلع بهذا الإشي. شوفوا يا جماعة، يعني أنتوا ما بتطلعوا بس شارين قطعة، شارين قطعة مميزة. كمان في دكان في قطع كتير نادرة صعب كثير تلاقيها في محلات تانية. يعني في أيام بيجينا بروجيكتر من 1930 مثلا، جانا قصاصة ورق كثير أنتيكة معمولة من خشب ونحاس، وهي الأشياء جد ما بتقعد في دكان أكثر من ساعتين يعني دغري. الأنتيك بالذات من الأشياء اللي بتهافت عليها الناس إنه تقتنيها، لأنها كنز يعني. طبعا أنا كثير مبسوطة بالإشي، عن جد كثير حلو، بتخيل حلة. مبروك. الله يبارك فيكي. والإشي اللي حطه هون، القطع فيها روح. فيها يعني فيها إشي مميز، فيها إشي مختلف، زي ما حكيت ندرتها كذا، الأهداف المختلفة لهاي القطعة. يعني أنا بكون لابساها وعارف إنها دعمت مشروعي معين. صح. بنفس الوقت أنا شريتها واستفدت منها، فالتكاملية هاي بدكان بالمجتمع وبالعطاء له عن جد كتير كتير. كمان روح التعاون والمتطوعين اللي عملوا دكان، مش مؤسسة دالي بس، المتطوعين والمجتمع هو اللي عمل دكان، بحس انه هو بينعكس على رغم بساطة المحل ورغم القطع البسيطة اللي موجودة فيه. هذا الروح الحلوة من التطوع والتعاون انعكست على كل قطعة موجودة فيه. يعني مش بس تخيل، هذا السر يمكن بانه احنا بنعمل. انا هيك بحس، انا بحس برتاحة وانا باجي هون، انه في روح حلوة يعني موجودة في المحل. انا بآمن بالطاقة، بانه طاقة الاشخاص بتنتقل للمكان وللقطعة. وبتخيل هذا الاشي اللي مخلي هاي القطعة مميزة، لانه معمولة بحب، مشغولة بحب، حتى الناس وتبرعوا لنا الناس فيها كمان بحب يعني. فهذا إشي كتير واضح. صحيح. يعني حتى في برنامج على البساطة دائما نركز إنه البساطة لا تعني عدم الجمال أو إنه يكون فيها روح، بالعكس كل مكان الإشي بسيط. وبتخيل اللي يميز بدكان الأرضية، الديكورات، الأغراض كلها بسيطة ولكن لها قيمة ومعنى وهدف.
مظبوط، هذا الشيء اللي كثير حلو. طيب بتخيل في اكثر من زاويه هون ممكن نحكي عنها، ورح نكمل بحديثنا اكيد، بنشوف كمان زوايا اخرى بالمحل، ايش رايك؟ تمام. يلا تفضل. إذن مشاهدينا لسه مكملين وإياكم بجولتنا بدكان ودكان يلي بيحمل أكثر من هدف اقتصادي باجتماعي، عم نتجول فيه ومنتعرف على زوايا أكثر، وهلأ وصلنا لجزء اللي كتير كل واحد فينا بدور عليه وفي له ذكرى خاصة فيه وهو الأنتيكا. وشاهدنا اليوم عندكم بدكان بعض الأشياء اللي بس نشوفها بنحكي إيه أيام زمان، كتير زمان، ومنها هاي الأثار اللي أنا صراحة ذكرتيني فيها، ممكن في ناس نسيت كيف بيستخدموها مع الكمان العدة تبعتها يعني موجودة. هذا نذكر مشاهدينا كنا نطخطخ فيه بط. أيوان مزبوط. هذا يا جماعة اللي كنا نطخطخ فيه البط، والله كانت متعة عن جد عن جد، أحلى هذيك الأيام، أحلى أيام. حتى الألعاب كان فيها لمس الأشياء غير اليوم، إلكتروني صح. كله عن بعد صح. وحتى هاي الأتاري أنا صراحة ناسي كيف بيستخدموها. بس انت متذكرتيها كمان؟ لا كمان، بس الفكرة نهلة انه هاد ما رح تلاقيه في محل ثاني في البلد، يعني هاد الاشي انقرض بالضبط. فهذا موجود، كان في عندنا اثنين صراحة خلص، راح واحد وضل الثاني، وزي ما حكيت لك قبل انه هاي الاشياء جد ما بتقعد، يعني ساعات معدودة بالضبط. كثير ناس بتحب او مغرمة في الانتيك. في كمان مثلا الكاميرات الديسبوزبل اللي هي نوعا ما احنا نسيناها مع التليفونات الحديثة، بالضبط خلص اختفت. في راديوهات قديمة، في كمان مكوى، هاي كثير بتخيل انه كمان اكثر من 20 سنة. حلو. ففي اشياء اللي هي عن جد ما بتلاقيها غير بدكان، والها ذكريات حلوه صح عن جد حكيتي. يعني اللي بياخذها بيحكي لاولاده انه والله يا بابا كيف كانوا يلعبوا عليها هاي. بالضبط، فكره كثير حلوه انه الواحد ممكن يقتنيها بس عشان يذكر فيها اولاده او يحدث فيها قصه لاولاده. صحيح. يعني صحيح. طيب غير الانتيكه وغير الاكسسوارات واللبس اللي شفناه، الاواعي وكمان الشوزات الاحذيه موجوده عندكم، في كمان قسم الكتب اللي كثير مهم، وفي كتب عن جد مش ممكن نلاقيها باي مكان ثاني. اذا ممكن تشوف بعض هاي الكتب معك. خليني اورجيكي مثلا نسخ طبعا الكتب اللي موجوده بدكان، في كتب جديده وفي كتب قديمه، في كتب توقف اصدارها زمان، كمان في كتب بعده لغات، يعني في انجليزيه، في بالالمانيه، وفي كمان بالفرنسيه. يعني فمثلا طلع هذا الكتاب ليوسف السباعي، يعني مبين قديش هو قديم، بعرفش، بحسه عن جد بيحمل ذكرى وطاقه معايا. يعني طبعا حتى نوع الورق بالضبط، وطبيعه الخط والاهتره اللي من برا، هذا ببين قديش هو قديم. في كمان كتاب باللغه الانجليزيه مبين، حتى هاي اظن الكفر الخميل هذا اللي بطلوا يعملوا لنا اياه، ما في صور عليه، ما في تايتل. فكمان في عندنا نهله كتب بتبرعوا فيها الطلاب الجامعات، يعني ممكن حلو. طلاب لجامعات القدس المفتوحة وغيرها بيجوا بتبرعوا فيها، فإذا كمان الطالب بحب يوفر على حاله ويلاقي إصدارات من الكتب بيقدر كمان موجودة. يزور دكان ويلاقي شغلات. وبعد النهفات مثلا لو ناس تجيب تتبرع أشياء، مثلا حدا ناس إيش ببنطلون، حدا ناس إيش بكتاب. كثير بيجي صور لناس بقى مثلا بتبرعوا بشنطة، بشنطة الإيد، ناسين صور، وثائق مهمة إحنا بنخليها على جنب، وبنحاول نرجع احنا اي حدا بتبرع في شيء لدكان احنا بناخذ الكونتاكتس عشان نشكره في مجلتنا الشهريه اللي بنطلعها من داليا. فبنحاول نتواصل معهم انهم يجوا ياخذوا الاغراض تاعتهم، لانه عن جد بقول لك زي ما حكيت بكون فيها قصه يعني. الكتب هاي كل هاي الاشياء عن جد مميزه وحلوه صح. وفي هدف كمان كثير حلو نتعرف عليه من دكان موجود، وهو دعم صندوق الطالب، وهذا من خلال بيع الكيس الخاص. هلا الكيس مشاهدينا بدنا نورجي عينه منه، هذا الكيس هو بيضم شعار داليا، واحنا بنعرف الداليا بالضبط، وكمان اسم دكان.
هذا بيحكي عن البيئة، انه احنا بنحافظ على البيئة، مش بلا مش بلاستيك، بلاستيك هو من الورق. واي حدا بيشتريه ريع او حق هذا الكيس بيروح لدعم صندوق الطالب. بالضبط. هلا الفكره انه احنا عشان نحمي البيئه اكثر، سواء من الاكياس البلاستيكيه او من الاكياس الورقيه، احنا بنشجع الناس اللي بيجوا على دكان انهم يجيبوا اكياسهم معهم. فاي حدا ما معه كيس بنساله اذا هو بحاجه لكيس، بدفع حق الكيس وبروح دعمه لصندوق الطالب المحتاج. جميل جميل، يعني هاي الفكره كثير حلوه، وحتى الناس اللي بتجيب اكياسها ما بتشجعوا انه انتم ما بالزبط. بدنا اكياس، ما بدنا، يعني كل ما حكينا لهم انه هذا بروح لدعم صندوق الطالب المحتاج، الكل بيكون سخي بالتبرع. صح. وانا لسه هلا كنا شايفين زبون، هو هذا الكيس على فكره ابدا مش غالي، هو شكله نص بس سعره. وفي ناس تدفع 5 10، بتشوف انه لا بيستاهل، الطلاب بيستاهلوا انه يدعموا. وحتى انه كمان بدكان مشاهدينا شغله كثير مهم بتعرفوها، انه على طول مثلا انه في بوكس معين بيروح فيه المبلغ المخصص لدعم الصندوق، وبالتالي في شفافيه بالتعامل لحتى تكونوا انتم شايفين ومنتبهين وعارفين كل هاي التفاصيل. مبادره حلوه، انسانيه، اخلاقيه، بيئيه، مجتمعيه، اقتصاديه. صح. واهم شيء بغلفها البساطه، البساطه بالمكان، البساطه بالادوات الموجوده، البساطه حتى بطريقه التعامل وبالروح، روح الفريق اللي من اول ما بلش الدكان وهي موجوده فيه. وين حابين توصلوا بدكان، او شو الاشياء اللي حابين اكثر تشتغلوا عليها بدكان؟ بدنا بدكان وداليا نضل نرسخ على مفهوم العطاء المجتمعي، انه اي فرد بالمجتمع الفلسطيني بيقدر يعطي شيء، حتى الشيء لو كان بسيط، بيقدر يدعم فيه المجتمع ويدعم فيه شباب ونساء هذا المجتمع. فاحنا حابين نكبر بالمتطوعين اللي عندنا، نكبر بكميه التبرع، نكبر بكميه الدعم اللي بندعمها، ندعم مبادرات مجتمعيه اكثر بدعمكم وبتبرعكم وبشرائكم الدكان، احنا بنقدر نوصل لهذا الشيء. جميل جميل. دكان هو موجود برام الله. صحيح. ولكن اي حدا خارج رام الله كيف ممكن انه يقدر يوصل للدكان او يتواصل مع دكان؟ احنا من بدايه فتره جائحه الكورونا، بدايه شهر 4، فتحنا باب التوصيل من خلال شركات التوصيل، فصار في عنا ناس عم تطلب من الداخل، في ناس عم تطلب من القدس. جميل. في ناس عم تطلب من طول كرم والخليل إلى وغيرها من الأماكن. كان الإقبال بهذيك الفترة على الكتب كتير، لصر إن الناس قاعدة في البيت عم تتسلى في القراءة، فكان في أغلبية البيع كانت على الكتب. بآخر فترة كمان فتحنا باب التبرع من خلال شركة التوصيل، أي حدا بحب يتبرع في أغراض يبعث لنا عنوانه على صفحة الدكان على الانستغرام، وإحنا بنخلي شركة التوصيل تجيب الأغراض اللي هو حابب يتبرع فيها. ففعليا إحنا واصلين لكل المناطق الفلسطينية. جميل. وأخيرا اللي حاب يوصل لدكان، عناوينكم على السوشيال ميديا من خلال صفحة الدكان موجودة بس على انستغرام دكان داليا، أو بقدر من خلال صفحة مؤسسة داليا المجتمعية على الفيسبوك. على الفيسبوك تقدر تدخلوا وتشوفوا كل الأغراض. بالضبط. وإحنا بنعرض الأغراض الجديدة دايما. بشكل يومي. حلو. تقريبا. كثير انبسطت شادن بوجودي بدكان فيك. عن جد، واكيد اكيد اكيد رح ارجع عليه ودائما اشتري منه اغراض. اهلا وسهلا. لانه ما في واحد فينا ما بيشتري اغراض بيحتاجها، وهون تقريبا كل شيء الانسان بيحتاجه كل شيء بدك اياه بتلاقي موجود. فلما بتفكر تشتري لعبه لابنك، بفكر انه رح تفيد حدا ثاني، فتعال اشتريها من دكان للهدف. صح. النبيلي الموجود له، الكتب وغيره، كل هاي الامور. شكرا لدكان على هاي الفكره. شكرا لك. شكرا لداليا كمان ولكل الطاقم فردا فردا، يعطيكم الف عافيه. شرفنا فيكم وان شاء الله دائما موفقين. شكرا لكم ايضا مشاهدينا على المتابعه، وان شاء الله دائما كل التوفيق والخير لكل فكره ولكل مشروع له هدف نبيل. الى اللقاء.